ونطلع نشوف سؤال الجمهور للمذيعين والمذيعات. لو اتصلت بواحدة صاحبتك وما ردتش عليكي هتتصلي بيها تاني ولا كرامتك مش هتسمح لك؟ انا عن نفسي هتصل تاني لاني ما اعرفش ظروفها ايه، ممكن تكون في شغلها، ممكن تكون نايمه، يعني هلتمس لها العذر. بين الست والراجل غير بين الست والست. يعني لو الست والراجل هتلاقي الست لا بتفكر مره تانية قبل ما تتكلم تاني، خصوصا لو العلاقه في اولها، لكن بين الست والست مفيش الموضوع الكرامه ده خالص، لان بنبقى اصحاب ولو قريبين كمان ما بنلتمس الاعذار لبعض فعلا. انا بقى لا عندي بقى شعور بالكرامه ولا كرامتي نقح عليا لا، ومنحياها جانبا ومطلعاها من بره مواضيع حياتي، لان احنا عندنا يا جماعه حساسيه كبني ادمين، يعني في العموم اللي هو كرامتي على فكره الكرامه مالهاش علاقه، انا عايزاكي في موضوع شغل هتردي، يعني هتردي وهتصل مره واثنين وثلاثه وعشره، بتتكلمي مش عن في نفس الساعه، بتتكلمي عن ست لست. لا ما انا هقول لك دلوقتي ست وراجل وست، ست لست انا عايزاكي كمان ساعه هكلمك، كمان ساعتين ممكن ابعت لك رساله، بالليل هكلمك تاني، ما ردتيش ليه؟ كرامتي مالهاش، اصل هي مش عايزه تعبرك ومستنيكي لما تطرديها، ما تقول اطاردها، ويعني دي مريضه، لكن انا مش مريضه، انا عايزه اوصل للنقطه اللي عايزه هي برضه فيها. ممكن تفضل كده وما تردش عليكي خالص، هروح لها البيت يا سلام، هتلاقيني بخبط على الباب او مكسر الازاز، حبيبتي ماما ردي، ولا اروح النيابه الاداريه ها ولا ما الو نجده كده، يعني هفضل وراكي لغايه، لان انا من حقي عليكي انك تردي عليا، لان انا عايزاكي في حاجه مشتركه. طب ولو حاجه عاديه يعني متصله بيها عادي بالشكل؟ لا لو تفاهه وعسل وفسح ان شاء الله عنك ما رديتي، ده انا كنت عايزه افسحك، ده انا كنت عايزه اسهرك، ده انا كنت عايزه اخرجك وازقلطك، انت مش عايزه، مالكيش في الطيب مش عايزه تتزقلطي براحتك انت كئيبه وعايزه اقعد في البيت، اصل انا بيتوتيه خلاص اقعدي في البيت، احنا خارجين صح، لكن لو حاجه فيها مصلحه هفضل وراكي. بالنسبه للراجل بقى هفضل وراه برضه، برضه برضه مش هتسيبه، هفضل وراه. انت مش لسه قايله انت دي رشقه في اي حاجه، ما انا برضه ثلاث ساعات، ثلاث ساعات مش هكلمه تاني، عنده شغل وسيم، هي لسه قايله كده خلص الشغل، واحنا مش عيال صغيرين، خلص الشغل ثلاثة ونص المواصلات وروح أربعة ونص خمسة، قايل بعد الغدا تمانية تسعة عشرة، طب عشرة ما ردش نزل على القهوة يقعد مع أصحابه على الكافيه، 12 ونص بالليل رجع باشا ينام بقى، ما فيش كل ده، ما افتكرتنيش في ده يعني كله، يعني لما يشوف بقى الرقم هو يتصل يا انتصار، لو شاف الرقم او المسج هيرد، لو ما ردش يبقى هو حابب كده، يبقى شكرا ليك قوي بالظبط كده، بس اديله فرصه. ايوه اديله فرصه يوم واتنين، ايوه ما انا بقول لك لما يشوف يوم واتنين ليه، هو اكيد انت بيجي لك ان هو شاف او ما شافش، تتاكدي عشان ما يبقاش عندك شك كمان بس. ان هو حصل حاجه غلط يا حبيبتي، الناس كلها ماسكه التليفونات 24 ساعه، يوم واتنين ليه؟ وبعتوا للاغراف زي بتوع زمان، انت بتتلككي على فكره، لا وهي بعقدتها ما جايه بعقدتها، والله العظيم رميت خلاص العقده اهو، لا والله رميتها، مش عايزه تفكيها عندنا، لا